هناك إجراءات احترازية مبكرة تمت وسريعة جدا من أجل احتواء الوضع الوبائي الحاصل، ومن ضمنها هذه الإجراءات الاحترازية سواء كان منع التجوال في المديريات الشرقية، وأيضا إجراءات احترازية أخرى كان إغلاق الميناء أو حملات رش واستجابة وتدخل وتقصي وتسجيل المخالطين وتقسيمهم إلى ثلاث فئات: مخالطين الحلقة الضيقة حوالي المصاب والمتوسطة والحالات أو المخالطين البعيدين مش المحتكين بشكل كبير، إن كان في زملاء العمل وإن كان في الأهل وإن كان في الكوادر الصحية الذين قدموا خدمة. نفذنا حملة متكاملة في المدينة، وأيضا حتى نفذنا حملة أخرى عبارة عن رش دخاني لحمى الضنك، وكانت شحر ضمن الخطة حقنا التي نفذناها بدعم من الأخ المحافظ، لكن قدمنا الشحر نتيجة الأوضاع الوبائية اللي حصل فيها بحيث نكافح حمى الضنك ونساعد المواطنين. وصلنا رسالة للمجتمع أننا موجودين معهم ونقدم خدمة في هذه الظروف الصعبة. الحالة المرضية تم اكتشافها وموجودة، الباقي نعمل على المخالطين وكيف ان احنا نوصل لهم، وهناك اجراءات علميه نحاول قدر الامكان ان احنا نستعين باخواننا في وزاره الصحه وفي الترصد الوبائي او في منظمه الصحه العالميه، وهناك وفد قادم من منظمه الصحه العالميه خلال اليومين القادمه للمساعده في جانب التقصي والتحري والوصول الى المخالطين في اسرع وقت ممكن. وممكن احنا طلبنا كميات كبيره من المحاليل من اجل فحص في اسرع وقت للمخالطين و تسجيل إذا كانت هناك حالات أو حالات موجبة موجودة نتعامل معها بسرعة. الإجراءات اللي بتتم الآن ومن يوم أمس استكمال حصر المخالطين وتقسيمهم إلى عدة فئات والتعامل معهم مباشرة وتسجيل أي حالات اشتباه إضافية للتعامل معها مبكرا من أجل ألا يستفحل الوباء وألا تزيد الحالات المرضية. لا نذكر أسماء لأن في الأمراض بشكل عام أي مرض من الأمراض نحن لا نعلن أسماء مرضى، وفي جوانب مهنية وإنسانية وأخلاقية، فموضوع ذكر الأسماء خارج عن نطاق إجراءات الصحة وخارج عن البروتوكولات وخارج عن الجانب المهني في الصحة. نزلنا نعمل على جانبين: الجانب الأول معرفة مصدر الإصابة، الشخص المصاب من أجل من فين تلقى هذه الإصابة ومن أين وصلت له هذه الإصابة، وأيضا اشتغلنا على جانب آخر، اشتغلنا على جانب المخالطين. فموضوع الإصابة نحن في الإجراءات الاحترازية السابقة تعرفون مين الشحر، مين بضائع ومين سمكي وليس مين ركاب، ولم تجرى عليه إجراءات الحكومة في إغلاق كل المواني والمنافذ، فهذا المينا مينا بضائع ولم تجرى عليها إجراءات الإغلاق، فهو يقدم خدمات ويقدم أيضا أسماك وغيرها، لكن قادة هذا أرباب هذه السفن والبواخر التي تصل لهذا الميناء هناك إجراءات مع أخواننا في خفر السواحل وأيضا أخواننا في المشروع الرابع عدم نزولهم إلى أرصفة الميناء، يبقوا في سواعيهم وفي بواخرهم وتقدم لهم خدمة هم موجودين فيها. فالتقات هذه الإصابة بحكم أن الشخص المصاب له تواصل بحكم مسؤوليته وصوله، فقد يكون هناك احتكاك مباشر أو غير مباشر من خلال الوسطة ومن خلال إجراءات وتوقيعات والتزامات وغيرها ممكن توصل. موضوع المخالطين نحن نشتغل على ثلاث فئات، إن كان من زملاء المصاب في مكان العمل أو من الحلقة الضيقة الأهل وغيرهم أو من الكادر الصحي الذي قدم خدمة لهذا المصاب، نعمل عليهم بشكل كبير جدا. نحن وسعنا الحلقة بحيث أن نوصل للكل، عندما توسع الحلقة نحن نوسعها من أجل أن نوصل إلى حتى القليلية المخالطة، نوصل لهم ونعتبرهم في نظرنا نعتبرهم نحن مستهدفين بالنسبة لنا من أجل أن نقلل الخطورة على المجتمع. فوصلنا إلى تقريبا 300 شخص اليوم، هذا كل بشكل عام، لكن الحلقة الضيقة التي نتعامل معها الآن نحن في الميدان تقريبا 18 واحد اللي هم نحن نعمل عليهم إجراءات علمية وممكن نحن نأخذ لهم مسحات وعينات لفحصها.